بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنتكلم عن نسبة زيادة الملح في الطعام، ودي بتؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة. مع أن ملح الطعام يعطي للطعام مذاقا متميزا، ولكن الزيادة منه تسبب الكثير من المخاطر. استنوا معايا لآخر الفيديو هنعرف مخاطر الملح الزائد في الطعام، كمان هنعرف البدائل الطبيعية اللي تغنينا عنه وتقلل الضرر. أول حاجة من مخاطر ملح الطعام ضغط الدم والأمراض القلبية، لأن زيادة نسبة الملح تؤدي إلى احتباس كمية كبيرة من السوائل، وده بيزيد من ارتفاع ضغط الدم وبيؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وكمان تصل إلى السكتات الدماغية وكمان إلى النوبات القلبية. الإصابة بالسرطان وكمان زيادة ملح الطعام بتسبب سرطان المعدة، الإصابة بهشاشة العظام، وده بيؤدي إلى فقد كثير من الكالسيوم عن طريق التبول. كمان بيؤدي إلى مشاكل صحية بالكلى، وكمان تناول نسبة كبيرة من الملح بيسبب الشعور بالآلام الشديدة في الكلى، وتؤدي إلى تشكيل الحصوات وخلل في وظائف الكلى. كمان زيادة ملح الطعام بتؤدي إلى الزهايمر وضعف الذاكرة. معانا بدائله الطبيعية اللي هي القرفة، وهي أفضل بدائل لملح الطعام، وتعطي للطعام نكهة مميزة وتعمل على ضبط نسبة السكر والكوليسترول في الدم. معانا كمان الليمون من أهم البدائل الطبيعية، كمان ممكن نستبدله بالبرتقال، ويستخدم في تتبيل الفراخ وغني بفيتامين سي. ويعمل الليمون على التخلص من الوزن الزائد، لأنه بيمنح الشعور بالشبع لفترة كبيرة. الحبهان بديل ممتاز جدا لملح الطعام، وليه كمان في دول الخليج بيستعملوه بكثرة في الطعام. الفلفل الأسود يغني عن ملح الطعام الزائد في الأكل، وكمان بيديله نكهة مميزة. القرنفل يعطي للطعام نكهة مميزة جدا، ويعتبر بديل لملح الطعام، وكمان في شعوب كتير بتستعمله. الثوم ليه نكهة قوية جدا، ويستخدم في تتبيل اللحوم والأسماك والفراخ، وكمان بيستخدموه في أطباق السلطة. ودي كانت معلومتنا عن الملح اللي هو السم الأبيض، فلازم يعني نصيحة نقلل من استخدام ملح الطعام ده، لأنه يعتبر من السموم اللي احنا بنضر بيها نفسنا وأولادنا. ودي كانت معلومتنا النهاردة، ونتقابل في معلومة جديدة وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.